السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معايا في قناتي شي وضر اسماء. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم وصفه ديال هاد لي ميني تارتلات اللي كيجيو خطيرين، لا في المنظر ولا في المذاق، كيجيو حسن من ديال الباتيسري. قدمت هاد البلاطو ديال لي ميني غادي سكري وكذلك ديال لي فينونسيي اللي مشكلين، سبق لي وشاركتهم معكم، نخلي لكم جميع الروابط تحت هذا الفيديو. ودابا غادي ندوزو للمقادير. عندنا لي فون دو تارتلات لي سبق لي وشاركتهم معكم، غادي نخلي لكم كذلك الرابط تحت هذا الفيديو. غادي نحتاجو بالنسبه لا كريم باتيسيير 250 مليلتر ديال الحليب، يعني 4 لتر بيضه. غادي نحتاجو ساشي ديال السكر الفاني، تقريبا معلقه ونص ديال السكر السنيده ما يعادل 40 غرام، ومعلقه ممسوحه ديال المايزينا ما يعادل 15 غرام. بالنسبه للتزيين انا هنا اختاريت لي فرومبواز، وبطبيعه الحال كيبقى لكم كامل الاختيار باش تستعملوا اي فاكهه موسميه. ونبداو على بركه الله. في كاسرونه غادي نفرغوا 250 مليلتر ديال الحليب مع ساشي ديال السكر الفاني، ونخليوهم حتى يغلاو مع بعضياتهم. فإلى عندكم الفانيلا السائله او لا لاغوس دو فاني حتى هي ممكن تستعملوها وكتعطي نتيجه احسن. في اناء غادي نوضعوا البيضه كامله مع 40 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نطربوهم مزيان مع بعضياتهم حتى يندمجوا لينا، وداك السكر ما يبقاش باين نهائيا، يعني يدوب تماما مع البيض. عاد غادي ندوزو باش نضيفو 15 غرام ديال المايزينا. الا ما متوفرش عندكم بطبيعه الحال ممكن تعوضها بالدقيق الابيض الفارس. وغادي نحركو كل شيء مزيان حتى تندمج لينا جميع العناصر مع بعضياتها. وكنضيفو الحليب ديالنا اللي مغلي تدريجيا مع التحريك المستمر باش ما يطيبش لينا البيض. وغادي نكملو هكذا حتى ننتهيو من الكميه ديال الحليب كامله اللي عندنا. نفرغوا الخليط ديالنا في كاسرونه ونصفيوه ضروري باش ما يكونوش فيه شي شوائب، يعني دي غومو. وغادي نوضعوا الكاسرونه ديالنا فوق عافيه مهيله مع التحريك المستمر، وما تغفلوش عليها لان لا كريم دغيا دغيا يعني كتعقد. غادي نكملوا هكذا غير يبداو يبانوا لنا الفقاعات وتعقد لنا الكريمه. غادي نطفيو على البوطه، وضروري نكملوا شويه ديال التطراب باش تولي لنا الكريمه يعني ملسه كيف مبين دابا في الفيديو. غادي نغطيوها كونتاكت كيف مبين في الفيديو بالفيلم اليمونتير، وغادي نخليوها حتى تبرد كليا غير فوق سطح العمل، ما تحتاجوش ديروها في الثلاجه غير جانبا فوق سطح العمل. هنا منين بردت لينا كليا كنحيدو داك لو فيلم اليمونتير، وهانتوما شوفوا الكريمه القوام ديالها كيفاش عاقده، يعني بلا جيلاتين بلا والو، غير داك الكميه اللي درنا دمايزينا كافيه. كنوضعوها في جيب الحلواني وكنعمروا بها لي فون دو تارتلات اللي عندنا. فصراحه هاد الكميه كافيه ل 12 تارتلات، غير انا تهرست ليا وحده. فكنوجد دائما هاد لي فون على تساع، وكنوضعهم في المجمد في بواطه باش ما يتهرسوش. بالنسبه للتزيين انا فضلت نقسم لي فرومبواز على جوج، واستفتهم بهاد الطريقه اللي مبينه وواضحه في الفيديو، فكيجيو صراحه متولين زويونين وهماويين في الحطه، وواحد المذاق ما نقول لكمش كيجيو خطيرين ما بين القرمشه ديال لاباط سابلي ولا كريم اللي كتجي رائعه ومنسمه بلافاني اي اون بلوس لي فرومبواز. فبالنسبه للتزيين زينت بالسكر كلاصي، فهو كيعطيهم واحد اللمعان خطير. الا ما عندكمش الناباج اعتمدوا هاد الطريقه هادي، وديروا السكر كلاصي وخليوهم في الثلاجه حتى الوقت اللي غادي تبغيو تقدموهم. بالنسبه لي فينونسيي التشكيله اللي صوبت سبق لي وشاركتها معكم، سبق لي وشاركت معكم جوج ديال الوصفات، والصراحة الكمية ديال بودرة اللوز اللي كنستعمل في الوصفة قليلة وكتعطي كمية كثيرة. كاين اللي نسمتهم بالبخاليني، كاين اللي باللوز، بالشوكولات تيغري، ودرت كذلك بالسيترون والبيستاش و بلينوا دكاجو.
صافي هذا هو الشكل ديالهم قبل ما ندخلهم للفران. ومن بعد دخلتهم للفران اللي كان مسخن مسبقا على 180 درجة، وهذا هو شكلهم. من بعد ما خرجتهم ضروري نخليوهم حتى يبردوا، عاد نخرجوهم نحيدوهم من المول. هادو لي ميني كريم بروليه، حتى الوصفه ديالهم سوق لي وشاركتها معكم في القناه. دونك هنا درت فريمون صغارين باش يجيوني مع لي فيرين، يجيوني زوينين في البلاطو. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران، لا كريم ما خصهاش تكون شاده في راسها، خصها تكون باقي كترعد كيف مبين دابا في الفيديو. دونك صافي كندخلهم للثلاجه، ومنين كنبغي نقدمهم كندير ليهم السكر البني وكنحرقهم هكذا بالشاليمو. بالنسبه للتيراميسو كذلك سبق لي وشاركت معكم عده وصفات، كاينين اللي بالبيض واللي بلا بيض. دونك هذا درتو بسكوي ديال الزبده وسقيتو بالقليل من القهوه. الضياف اللي جاو عندي ما كيبغيوش بزاف القهوه، داكشي باش نسمت غير بشويه ديال القهوه. وكملت المونتاج ديال لي فيغين بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للتزيين ضروري من الكاكاو والمر، فإلا بغيتو تدخلوا شي فاكهه موسميه بطبيعه الحال كيبقى لكم كامل الاختيار. هاد لاستيس هذه اللي بغيت نشارك معكم باش كيجيونا لي فيغين مقادين ومتساويين يعني متولين، كندوز عليهم الموس وعاد كنمسح الحاشيه ديال لي فيغين بهذه الطريقه هذه. فوالا، وانتم كيف كتشوفوا كيجيو بهذا الشكل، وكيف سوق لي قلت لكم ضروري من الكاكاو حيت دايره فيهم القهوه بطبيعه الحال. الا كنتو دايرين لي فخوي فممكن تكتفيو غير بالبسكوي اللي تدقدقوه ودوزوه في الصفايه بنفس الطريقه ديال تزيين ديال الكاكاو. هادو لي فيغين ديال الحامض، درت طبقه ديال بسكوي اللوتوس اللي مخلط مع الزبده، طبقه ديال الكريمه ديال الحامض اللي تهي اللي شاركتها معكم في القناه. غادي نخلي لكم كيف سبق لي قلت لكم جميع الروابط تحت هذا الفيديو. فمن بعد بدلت لي فيغين باش تجيني الحطه ديال لا مورانغ زوينه، لا مورانغ اكسبريس كتوجد حتى لاخر لحظه وكتجي بنينه ما عمرها ما غادي تحشمكم. دونك كنديرها في لي تارتوليت وكنديرها كذلك في لي فيغين، وهكذا دريسيت لا مورانغ. صراحة يعني كيجي داكشي اكيليبري ما بين لي سبيكولوس مع اللي مخلطين مع الزبده، ما بين الكريمه الحامض ولا مورانغ. وكان نحرقهم هكا بالشاليمو، كنزينوهم بالسيترون وكنوضعهم في الثلاجه حتى كنبغيو نقدموهم. وهكذا استفت البلاطو ديالي اللي جا اكثر من رائع صراحه، لا في المنظر ولا في المذاق. الضيوف ديالي عجبهم بزاف. ولا كنتو اول مره كتزوروا قناتي وعجبكم الفيديو، ما تنساوش لايك وكذلك الضغط على زر الاشتراك والجرس باش ديما توصلوا بجديد فيديوهاتي. هنا غادي نوريكم القوام ديال لي فيغين اللي قدمت للضيوف ديالي، وكيجيو غزالين من داك الشرف. نتمنى فريمون تجربوهم وترسلوا لي التطبيقات ديالكم عبر صفحاتي سواء في الانستغرام او الفيسبوك بنفس اسم القناه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منه. وغادي نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو وفكره جديده. في امان الله.